يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. الحمد لله الذي اصطفى لمحبته الأخيار، فصرف قلوبهم في طاعته ومرضاته آناء الليل وأطراف النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ألا هو العزيز الغفار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه الأخيار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في بيت من بيوت الله، وبعد فريضة من فرائض الله، جمعنا لكي يكون الحديث عن حبيب من أحباب الله، بل عن أحب العباد وأقربهم إلى الله، عن ذلك النبي الكريم والإمام العظيم الذي ما طلعت الشمس ولا غابت على عبد أحب إلى الله عز وجل منه، ولا أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء، عبداً أتقى لله قلباً وأخشع منه، صلى الله عليه وسلم. إن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم نوراً للمستنيرين، وقبس يضيء الطريق للسائرين. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله تبارك وتعالى أسوة لمن أراد الله والدار الآخرة، وشهد من فوق سبع سماوات أنه جعله على صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. هذه السيرة العطرة النضرة التي تذكر بالله عز وجل في مواقفها، وتهز القلوب وتذكرها ببارئها، سيرة المصطفى حبيب ربه جل وعلا في كل موقف من مواقفها يقف المؤمن أمامه لكي يستلهم العبرة والعظة التي تذكره بالله وتثبت قلبه وفؤاده وجنانه على طاعة الله. هذه السيرة التي حفظها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبكت دموعهم من فأجرت دموعهم من خشية الله، وأبكت عيونهم طلبا لرضوان الله. هذه السيرة التي عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موقف من مواقفه، وفي كل مشهد من مشاهده، فكان يذكرهم بالله بقوله، ويذكرهم بعظمة الله وجلال الله بخطبه ومواعظه. لقد كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم ذكرى لا تنسى إلى الأبد، نقشت على صفحات تلك الصدور المؤمنة، فأخرجت للأمة رجالاً جابت البلاد وقهرت العباد وأذلتهم في سبيل طاعة رب العباد. فلذلك كان أصدق الناس تأثراً بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مثواهم. تلك الأمة التي أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة حتى فدوه بأرواحهم،
وفدوه بأنفسهم وهانت عليهم الأموال وهانت عليهم الأولاد والأحفاد في سبيل مرضات الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أزكاها من سيرة وما أحبها إلى الله عز وجل من سيرة، مواقفها نظرة وأخبارها وشذاها وأخبارها في النفوس عطرة. هذه السيرة المباركة ما زالت هذه الأمة الطيبة تتلقاها جيلا بعد جيل ورعيلا بعد رعيل. كلما خلت أمة جاءت من بعدها أمة تحترق قلوبها حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحترق أفئدتها وتتلهف شوقا لمعرفة هذه السيرة وتطبيقها في الحياة قولا وعملا واعتقادا ظاهرا وباطنا. فيا لله كم من أمة عاشت على هذه السيرة من قرون خلت وأزمنة مضت أفضت إلى الله وقد رضي الله عن أقوالها وأفعالها. وما صلح السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين إلا حينما علموا هذه السنة والسيرة وطبقوها في حياتهم وجعلوها نبراسا لهم في شؤونهم مع الصديق والعدو، مع القريب والبعيد، في عبادتهم وفي معاملتهم وفي اعتقادهم وفي جوارحهم. كانوا مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجوا إلى معارك الحياة يخوضونها وكأنهم يترسمون خطى سار عليها ذلك النبي الكريم، حتى إن الواحد منهم لو دخل إلى أهله وزوجه اقتفى أثر تلك السيرة في قوله حتى في شهوته وأهله. أمة أحبت هذه السيرة قلبا وقالبا وسارت على هذه السيرة في جميع الشؤون والأحوال، فأعزها الله وأكرمها الله وأحبها الله. وكم من أخبار لهم ترجمت في الكتب وحفظت في الكتب ما زالت نبراسا لمن أراد أن يهتدي بالأخيار. فيا أحبتي في الله، ما أعظم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحبها للمؤمن الذي لا يمكن أن يقدم خطوة ولا يؤخر أخرى إلا وهو يترسم نهجها ويتقرب إلى الله باتباعها وإحيائها. لذلك أحبتي في الله، فخير ما تعطر به المجالس وخير ما تزكو به النفوس بعد كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مثلها وفي تعليمها وعملها وتطبيقها يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. وينبغي للمؤمن أن يشعر في كل لحظة أن مقامه في الالتزام والهداية لا يمكن أن يكون على أكمل الوجوه إلا إذا كان مضبوطا بهذه السنة والسيرة. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل هذه السنة وأن تحيي قلوبنا بحبها وعلمها والعمل بها وتطبيقها. أحبتي في الله، في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته مواقف يحتاجها كل مؤمن، يحتاجها الشاب المهتدي وهو يضع أول قدم في طريقه إلى الله، يحتاجها الشاب المهتدي الذي ثبت الله جنانه وقلبه على طاعة الله، يحتاجها الداعية في دعوته إلى الله، يحتاجها العالم وهو يذكر القلوب بالله،
يحتاجها المربي وهو يربي الأجيال وينشئها على طاعة الله. لذلك فإننا بحاجة إلى أن نقف بعض المواقف ونحن على يقين أن استقصاء هذه السيرة العطرة النضرة من الصعوبة بمكان، ولكن قبسات من ذلك النور وومضات من ذلك النور علها أن تنشرح بها الصدور وتنيب إلى الحليم الغفور. أول وقفة يلتزم يراها المؤمن وتشع من تلك السيرة العطرة النضرة في تلك الساعة الحاسمة واللحظة القاصمة التي شاءها الله تبارك وتعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، تلك اللحظة التي حولت حياته من الضلال إلى الهداية، وحولت حياته من البعد عن الله إلى القرب إلى الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضالاً شقياً منحرفاً في السقاطات والتفاهات، فحاشاه صلى الله عليه وسلم من ذلك كله، ولكن كما قال الله تعالى: ووجدك ضالاً فهدى، هداك إلى هذه الرسالة، هداك إلى هذه النبوة، فأعلى بالنبوة قدره، ورفع بالرسالة شأنه، وأحيا بالعلم والبيان ذكره صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أول وقفة مع تلك السيرة العطرة النضرة في تلك الساعة العجيبة التي نزلت فيها الآية الأولى من كتاب الله عز وجل، لكي يستنير قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام الله. وعندها تحولت حياته وابتدأت حياته لكي يصير إماما للمتقين وقدوة للعابدين ومشعل نور وضياء وقبس هدى لعباد الله الصالحين. تلك اللحظة التي أصابه فيها من الروع والفزع ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولكن بعد المشقة وعلى قدر المشقة يكون التشريف والتكريم. وهنا وقفة يعلم بها طالب العلم إذا ابتدأ طلب العلم أن الوحي يحتاج في أول أمره إلى جهاد وعناء. ولذلك قال بعض العلماء: إن الله عز وجل شاء أن يراعى قلب رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يكون في ذلك عظة لكل من تعلم أنه لا بد لهذا الوحي من امتحان قبل أن يصيبه. ولذلك تجد كثيرا من العلماء وطلاب العلم في بداية طلب العلم يعانون ويكابدون من الفتن والمحن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وشاء الله تبارك وتعالى لنبيه فقرعت قلبه تلك الآيات وتلك العظات، فذكرته برب الأرض والسماوات، وهدته بخالق البريات والكائنات، فآمن بالله عز وجل ووحده وصدقه ومجده. وعندها ابتدأت حياته الأولى في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. عندها أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيلقى على ظهره أمانة عظيمة جليلة برئت منها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها. حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يحمل هموم هذه الأمة وغمومها، ولكي يشرفه الله عز وجل بهدايتها وتعليمها، فنعم الهادي ونعم المعلم صلوات الله وسلامه عليه. وشاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الموقف الأول من سيرته أن تمر أيام يسيرة
وإذا بالله عز وجل يوحي إليه بذلك الأمر، بذلك الأمر العظيم الذي هدى الله عز وجل به البشرية وأنقذها من الظلمات إلى النور، ووقاها بفضله أسباب الردى والغي والشرور، فجاءت تلك الآية الكريمة: يا أيها المدثر قم فأنذر، قم لكي تتحمل أعباء هذه الرسالة، ولكي تصدع بالدعوة إلى الله، فتنذر هذه الأمة الغافلة السادرة في غفلتها من عذاب الله وعقاب الله. فشاء الله عز وجل لنبيه أن يقوم بشأن الدعوة، وعندها نقف أول موقف يستفيد منه، يستفيد منه كل مؤمن، وبخاصة الدعاة والهداة إلى الله عز وجل. وقف صلى الله عليه وسلم على الصفا وحيدا مليء القلب بالإيمان بالله عز وجل تعظيما له وتمجيدا، فنادى في قريش ببطونها فلبت وأجابت، وقامت بين يديه لا تدري ما الذي يقول، وإذا به يفاجئها بذلك النبأ العظيم بما فيه سعادتها وصلاحها وعزها وخيرها في دينها ودنياها وأخراها. فقال كلمة الله وبلغ رسالة الله ونطق على رؤوس الأشهاد أن لا إله إلا الله. وما كان من ذلك إلا أن قام له السفيه من سفهائهم لكي يقول له على رؤوس الملأ: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ ولكن كلمة صعبة ووقعها في القلب مؤلم، ولكن نستحضر في هذا الموقف الذي كذب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستحضر كلمة عروة بن الزبير رحمة الله عليه، ذلك الإمام الجليل من التابعين، يقول رحمة الله عليه كلمة بليغة: والله ما من عبد يقوم لله مقاما يهان فيه في الله إلا أقامه الله مقاما أعز منه وأكرم. ومصداق ذلك من هذا الموقف، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الرسالة فأجيب بهذا الجواب: وما هي إلا 10 سنوات وزيادة حتى وقف في ذلك الموقف معه 100,000 يقولون لا إله إلا الله. ولذلك لما رقى الصفا يوم حجة الوداع قال أول كلمة وهو على الصفا: الله أكبر. تذكر حينما كذب على هذا الجبل، واليوم معه من الأمم ما لا يحصيهم إلا الله، يقول فيهم أنس: أرى الناس أمامي مد البصر، وعن يميني مد البصر، ومن ورائي مد البصر. فوقف فوق الصفا والمروة، فوق الصفا، وتذكر إذ يهان عليها ويكذب، وإذا به في مقام أعز منه، فقال: الله أكبر، بقلب يتذكر نعمة الله عليه، وأتبعها بكلمة التوحيد، فقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وهنا نعلم ويعلم كل مؤمن أنه إذا دخلت الهداية قلبه وأراد أن يبلغها عن الله أنه سيمر به مثل ما مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكذب وسيصدقه الله، ويهان وسيكرمه الله، ويذل وسيعزه الله. الموقف الثاني: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه داعية إلى الله بين أمته وقومه، فكان ما كان من حرب نفسية مؤلمة يسمى فيها المجنون،
ويسمى فيها الساحر، ويسمى فيها الكذاب والأبتر والصابئ، ومات وهو سيد الأولين والآخرين، حتى يعلم كل مؤمن أن بداية الدعوة إلى الله مرارة، ويعلم كل شاب التزم الطريق إلى الله أن بدايته مرة وخاتمتها حلاوة، وأنك مهما دعوت إلى الله أو التزمت بشرع الله أنك تهان. ولذلك أشد الناس بلاء ذلك الشاب الذي لامست الهداية شغاف قلبه ولامست جذور فؤاده، فإنه في بداية الطريق يهان، وفي بداية الطريق يذل، فيسمى بما لا يليق بمثله أن يسمى أن قال لا إله إلا الله، فيتهم بأنه ضعيف العقل، ويتهم بأنه أصابه شيء في نفسه، وأنه ولكن صبر جميل حتى يعوضك الله بالذكر الجميل. فوالله ما عامل عبد ربه إلا كان الله معه. ولما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلاوة هذا الدين وسار في الدعوة إليه بخطى ثابتة رغم هذه الأذية، كان أهم ما يفكر فيه جل همه وغمه أن يكون الله راض عنه. يؤذى فيتلذذ بالأذى إذا أحس أن الله راض عنه، ويهان فيحس بكرامة تلك الإهانة إذا علم أن الله راض عنه. خرج إلى الطائف وحيدا يرجو أن يصدق بعد أن كذب، حتى إذا جاء إلى أولئك أهل ذلك المنزل في زمانهم ووقف عليهم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قام له رجل وقال له على رؤوس الأشهاد أما وجد الله رجلا يبعثه غيرك؟ وقال له الثاني أنا أمرط ثيابي، أي أشق ثيابي إن كان الله بعثك. صلوات الله وسلامه عليه. ولحظات يسيرة يغرى به السفهاء لكي يرمونه بالحجارة، ويخرج صلى الله عليه وسلم منها مكسور الخاطر، شجي النفس، مليئا بالحزن، والحجارة تترى عليه صلوات الله وسلامه عليه حتى جرت دماؤه على ساقيه، وآوى إلى ظل تلك الشجرة بعد أن أعياه المسير. وفي الحديث الصحيح عنه أنه قال ما استفقت إلا في قرن الثعالب، مسافة طويلة يفر فيها من الأذى، فآوى إلى ذلك الظل فأرسل الله إليه جبريل. سبحان الله، نبي الأمة، سيد الأولين والآخرين، وأحب الخلق إلى الله، يهان هذه المهانة ويؤذى هذه الأذية، حتى آوى إلى ذلك الظل وجاءه فقال دعوته المشهورة اللهم رب المستضعفين وربي إلى من تكلني، إلى عدو يتهجمني، أم إلى ضعيف ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. المهم أن ترضى عني، والمهم أن تكون راض عني، هذا هو المهم. أما أذى النفس وجراحها وشجاجها ودماؤها فتهون في سبيل رضاك، وتهون في سبيل تبليغ دينك وأداء رسالتك، وفي سبيل بلوغ محبتك. كل هذا يسير، وعداء الناس لي كله حقير في جنب رضاك سبحانك من علي كبير. لذلك أحبتي في الله موقف يذكر أن البلاء على قدر المحبة، ويستلهم منه الشاب المهتدي وهو في بداية الهداية أنه لا بد من المرارة أن يقاسيها، وأن لا بد للهموم من أن يعانيها، ولكن صبر جميل
حتى يفوز برضا الله عز وجل وغفرانه. ثم شاء الله عز وجل ما شاء أن رضي بهذه الدعوة من رضي من أصحابه الأخيار وصفوة عباده الأبرار، فشاء الله له أن يرى بأم عينيه تلك المواقف المؤلمة، فكان يمر على أصحابه وأحبابه الذين آمنوا برسالته، يمر على بلال على الرمضاء، يمر على بلال على الرمضاء وسمية على البطحاء، وكلهم يقول لا إله إلا الله، وإذا بهم يذكرهم بما عند الله صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، فكان يعزيهم ويصبرهم ويسليهم لكي يرسم لكل داعية إلى الله أن لا بد من تفقد الأتباع بالصبر والسلوان، وأنه إذا شاء الله لك أن تذكر شابا بالله فاهتدى على يديك ينبغي أن تذكره بالله وبالصبر واحتساب الأجر عند الله لكي تفوز بالائتساء والاقتداء بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر البلاء وعلى قدر المحبة لله يكون البلاء، فمع ما قاساه ومع ما عاناه من هذه الأذية والحرب النفسية والجسدية حتى ربط الحجر على بطنه في شعب أبي طالب صلى الله عليه وسلم، لما بلغ العناء مبلغه شاء الله أن يشرفه وشاء الله أن يكرمه، فأذن الله له فأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان صلى الله عليه وسلم قبل إسرائه قد وجد من الحزن ما الله به عليم، فعام الحزن تتابعت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم أشجان وأحزان، فقد عمه الذي كان يقف وراءه بعد الله عز وجل، وفقد زوجة كريمة طالما ثبتت قلبه في سبيل الدعوة إلى الله، وتسلطت قريش عليه بالأذى وبلغت من أذيته ما لم تبلغه في تلك الأيام التي خلت. نعم فقد أبي طالب ولكنه لم يفقد رب أبي طالب، وفقد خديجة ولكنه لم يفقد رب خديجة، فكان الله معه، ومن كان الله معه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وشاء الله أن يكرمه فأخرجه من هذه الأرض إلى طبقات السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى تلك الآيات العظيمة التي ثبت الله بها فؤاده وقوى بها يقينه. وهنا يعلم كل داعية ويعلم كل مهتد أن الله سيثبته مهما زعزعته الزوازع، وأن الله معه بتأييده ونصره ولطفه كلما ذكر الله وكان لله. فكن أخي في الله مع الله، فإن الله غار على نبيه حتى رفعه إلى فوق سبع سماوات لكي يعلمه بعظيم منزلته عنده وجليل مكانته لديه، فرجع صلوات الله وسلامه عليه في ليلة واحدة رأى فيها علوما وأمورا مغيبة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، وأدناه ورفع الله منزلته وشرفه وأولاه، وأعطاه من لدنه رحمة وعلمه من لدنه علما، علمه سبحانه عماد الدين الصلوات الخمس التي جعلها قرة عينه صلوات الله وسلامه عليه، فما أصابه هم ولا غم إلا فزع إلى الصلاة. ففي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا حزبه أمر، وفي رواية حز به أمر فزع إلى الصلاة. فجعل الله له فيها سلوانا ومحبة منه ورضوانا وصفحا من لدنه وغفرانا، ونزل إلى هذه الأرض مشرفا مكرما مطهرا صلوات الله وسلامه عليه، وأصبح يوم أصبح وينابيع الحكمة تتفجر على لسانه وتبلو من خلال بيانه صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء الامتحان الآخر الذي شاء الله أن يمتحنه فيه، إذ يخرج عن مولده وموطنه ونشأته، فيأتيه أمر الله أن يفارق بلدا عزيزا عليه وأرضا طالما ارتوى بمائها واستظل بسمائها وفيها ذكراه، فشاء الله عز وجل أن يبتليه بهذا الابتلاء لكي يعلم كل ملتزم بدين الله أنه لا بد من الامتحان في ذات الله عز وجل. وقد تمتحن بأعز الأشياء إليك وأغلاها لديك، فأمره الله أن يخرج من مكة مهاجرا إلى الله فارا بدين الله. خرج صلى الله عليه وسلم في هزيع الليل في ساعة قد اشتد ظلامها وخفي سائرها، خرج صلى الله عليه وسلم والله يحفظه من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه ويساره، واقتص أثره وهو في الغار حتى بلغه الكفار، وشاء الله عز وجل أن تأتي عنايته سبحانه العزيز القهار. شاء الله أن يأتي لطفه ورحمته ويشمله بتلك العناية الإلهية، فما استطاعت عين أن تراه وما استطاعت يد أن تمسه بسوء، وبينهم وبينه يسير لا يجاوز بضعة أشبار. الله أكبر. ما أخفاهم عنه، ولكن قادهم حتى يقفون على غاره ويقفون على مكانه لكي يعلمه أن من كان الله معه لو كادته السماوات والأرض وأهلها لجعل الله له من بينها فرجا ومخرجا. ثبته وقوى جنانه وأقدامهم بجواره، يقول لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك؟ أي تظن أن الله يسلمهما؟ أتظن أن الله يخذلهما؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ملئ قلبه بالإيمان بالله وخرج عن ذلك المكان وفارقه إلى ما شاء الله من بلدان. خرج صلى الله عليه وسلم من مكة ولها في قلبه من المحبة ما لا يعلمه إلا الله. وذكر بعض أهل التفسير عند قول الله تبارك وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في هجرته حتى مر بالساحل فتذكر مكة ففاضت عيناه من الدم، فأنزل الله عليه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. خرج صلى الله عليه وسلم في الظلام ومكة عزيزة عليه، ولكن انظروا كيف المعاملة مع الله رابحة. أعاده الله إليها في ضياء النهار، خرج منها خائفا فدخلها مهابا، خرج منها ذليلا فعاد إليها عزيزا، خرج منها مهانا فعاد إليها كريما. خرج صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة المروعة المليئة بالفزع والخوف، وعاد إليها وهو في الجلال وفي العز والكمال، حتى إن أبا سفيان أثنى عليه أمام عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه، فأعزه الله عزا لا يعلمه إلا هو سبحانه. ومن هنا يستلهم السائر في طريق الله ويستلهم الداعية إلى الله أن من ترك شيئا لله أن الله يعوضه خيرا منه، وأن الله معه
وأنه ما من عبد يعامل الله فيخيب في معاملته. ثم شاء الله أن يأتي إلى المدينة دار المهاجرين والأنصار والصفوة الأخيار، وهل انقطع عندها البلاء؟ لا والله، شاء الله عز وجل أن تصب عليه الفتن وأن تترى عليه المحن حتى أوذي في عرضه صلوات الله وسلامه عليه. جاءته الفتن من كل حدب وصوب، ولكن ما نظر الله إليه يوم من الأيام رفع فيها كفا إلى أحد سواه. وجاءته الفتن والمحن وما نظر الله إليه لحظة من اللحظات وقد توجه قلبه إلى أحد سوى الله. انصبت عليه الفتن، وشاء الله أن يبتليه بالمنافقين وأن يبتليه باليهود عليهم لعائن الله، فكادوا له المكائد. جاء صلى الله عليه وسلم إلى المدينة دار الأخيار ودار الأحبة والأنصار، فلما استقر له بها القرار كان أول ما رسمه وأول ما اعتنى به في هذا المجتمع الذي يخالف المجتمع المكي تحقيق أخوة الإسلام، فكان من أبرز شواهد العبودية لله منه وأبرز شواهد دعوته في المدينة المحبة التي خلفها في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. فألف وآخى بين المهاجرين والأنصار، حيان من الأنصار كان بينهم من الشحناء والبغضاء ما لا يعلمه إلا الله، الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية لا يفترون عن قتال، وكانوا في الجاهلية على أسوأ ما يكون عليه الحال، حتى إنهم في يوم من الأيام انتدبوا طائفتين، طائفة من الأوس وطائفة من الخزرج، وتواعدوا في حديقة واقتتلوا فيها ما خرجت نفس منهم حية، فكانوا على قتال وعداء وبغض وشحناء لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكن ما أعظم هذا القرآن، ما أعظم هذا القرآن إذا دخل إلى قلوب الإيمان. أهل الإيمان مهما وقع بينهم من الشحناء والبغضاء، لكن إذا ذكروا بالله وقرعوا بآيات الله سرعان ما تجتمع قلوبهم. ما أعظم تأثير كلام الله في قلوب أحباب الله، يتعادون ويتباغضون ويتهاجرون ويتقاطعون، وما إن تقترب من الواحد منهم فتذكره بكلام الله فتدمع عينه لتذكيرك إلا وأقبل على أخيه ناسيا ما بينه وبينه من الشحناء والبغضاء، لله وفي الله وابتغاء رحمة الله عز وجل. كانت هذه الأمة على العداء والبغضاء، فألف الله بين قلوبهم وجمع بين أرواحهم، فكانت أصدق أخوة على وجه الأرض أخوة الأنصار والمهاجرين رضوان الله عن الجميع. كانت أخوة الإسلام بينهم كأحسن ما أنت رائم من أخوة، حتى قال أخي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وأرضاهما: يا عبد الرحمن، إنني مالا أقاسمك إياه لك نصفه ولي نصفه، ولي زوجتان، انظر إلى أحسنهما أو تخير أحسنهما أطلقها وتنكحها. بلغت إلى المواساة أعلى مراتب الأخوة في الله الإيثار، وقد حققها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما دخل إلى المدينة أول ما وضعه بعد توحيد الله والدعوة إلى شعائر الله التي هي دعائم الإسلام، الأخوة في الدين، وهي أوثق عرى الإيمان، المحبة في الله والعداوة في الله. أهل الإيمان تجتمع قلوبهم ولو تباعدت قوالبهم، أخ في الشرق في أقصى المعمورة لأخ له في الغرب يئن لآلامه، يتألم لآلامه، ويحزن لأحزانه، ويشجى لأشجانه، من قوة أثر الإيمان في القلوب. فشاء الله لهذا النبي أن جمع بين قلوب أصحابه، ولذلك قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة والناس مؤمنون به،
فكان أول ما اعتنى به بعد الإيمان والدعوة إلى شعائر الإسلام أن دعا صلى الله عليه وسلم إلى الأخوة. وهنا وقفة، وقفة لكل داعية إلى الله، ووقفة لكل مرب يريد أن يربي الأجيال على محبة الله وطاعة الله، ووقفة لكل معلم ومدرس ومؤدب وكل من تحمل أمانة التوجيه لهذه الأمة أن يعتني بعد الإيمان والعقيدة والدلالة على أصول الشرع أن يعتني في جمع القلوب على طاعة الله. وأصدق الناس في الدعوة إلى الله وأصدق داعية في محبة الله من حرص على جمع قلوب عباد الله على دين الله. والله إنه لا يمكن أن يكون الداعية صادقا في دعوته إلى الله إلا إذا ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع القلوب وتحبيبها على طاعة ومرضاة علام الغيوب. الداعية من أعظم الأمانات التي تلقى على عاتقه أن يحقق أخوة الإسلام بين أتباعه، وأن يحقق أخوة الإسلام حتى بين من عاداه في بعض المسائل التي لا تخرج عن الدين، يربي على المحبة الصادقة ويجعل القلوب مؤتلفة على هذه المحبة. لا خير في داعية يفرق القلوب، ولا خير في داعية لا ينصح لهذه الأمة يمزق شملها بعد اجتماع ويفرقها بعد ائتلاف، ويحرص أن تكون الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. فقل لي بربك أي مصيبة أعظم إذا اشتغل المسلم بأخيه المسلم، وأصبح المسلم يتتبع عورة أخيه المسلم، وأصبح المسلم يقتفي عيوب أخيه المسلم، شغلته عيوب إخوانه عن عيوبه، حتى والله إن بعض من بلي بذلك لا يعرف كيف يخشع في صلاته، ولا يعرف كيف يخشع في عبادته. وليجرب كل واحد، ما من إنسان يهدم هذا الأصل من الدين الذي اعتنى به سيد المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم إلا فقد من حلاوة الإيمان على قدر ما بلي به من هذا البلاء. فلذلك من واجب الداعية إلى الله ومن واجب المربي على طاعة الله أن يذكر دائما بواجب الأخوة. ولذلك لما وقعت بين الأوس والخزرج الضغينة التي أثارها عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، حتى قال بعضهم يا للأوس، وقال الآخر يا للخزرج، وثاروا إلى السلاح. فبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كما ثبت في الحديث الصحيح يجر رداءه. الله أكبر، هذه عبارة تدل على كمال هذا الداعية والمعلم، قبس يدل على كمال سيرته، الرداء على الكتف يجره، ما استطاع أن يبقى حتى يضع الرداء في مكانه لكي يفزع. لماذا؟ لأنه أحس بالخطر الذي يهدد هذه الأمة، خطر الفرقة. ولذلك ذكر الله الفشل في الفرقة فقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فشل الأمة في الفرقة، وفشل الأمة في الشتات والضياع حينما يسلط المسلم سلاحه على أخيه المسلم فينبزه بالألقاب ويتنابز معه بالأحساب ويتتبع له العورة التي لا ترضي رب الأرباب. لذلك خرج صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يريد إدراك أخوة الإيمان، يريد إدراك عباد الرحمن، يريد إدراك تلك القلوب التي اجتمعت على الإيمان. فقام صلوات الله وسلامه عليه ونودي في الناس فاجتمعوا والقلوب كأشد ما تكون عليه حنقا وغضبا وغيظا، فما هو إلا لحظات، حتى ذكرهم بتلك الآيات فقال في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، فكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي يا أهل الإيمان اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وليس من الإسلام أن تفترقوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه،
أي كونوا مسلمين حقا بالبعد عن الشحناء والبغضاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. قبل النجاة من النار يقول لهم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، ثم بعد ذلك وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات حتى بكى الأوس والخزرج وقاموا وتعانقوا. فلله درها من أمة، لله درها من قلوب تحب الله ورسوله ولا تريد إلا طاعة الله ورسوله، لله درها من قلوب كلما ذكرت بالله أنابت إلى الله. ولهؤلاء الرجال أمثال في كل زمان ومكان. فالمؤمن بمجرد أن يشعر أن بينه وبين أخيه شحناء وبغضاء يكن خير الرجلين، يبتدر أخاه بالسلام ويبتدر أخاه بالمودة والمحبة طاعة لله الملك العلام. فهذا نبراس من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشها، نبراس الاجتماع على طاعة الله والائتلاف على محبة الله والتواصي بالحق وأخوة تحقيق أخوة الإسلام وأخوة الدين وشد بعضنا على يد بعض. والله لا الأحساب ولا الأنساب ولا الأموال ولا الرتب ولا الوظائف تفرق بين عباد الله المؤمنين. والمؤمن في أعلى منصب يحب أخاه المؤمن في أدنى منصب ويراه منه وله، يحس بإحساسه ويشعر بشعوره ويتألم بآلامه ويفرح بفرحه. فهذا قبس من حياة المصطفى الحبيب المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ولنا فيه أسوة، ولكنها أسوة لقوم شهد الله بأنهم يريدون الله والدار الآخر. ومن اليوم نسعى لتحقيق هذه الأخوة التي لما وطئت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حققها قولا وفعلا، فكان جامعا بين القلوب مؤلفا بها. لله در شباب طالما اجتمعت القلوب بذكرهم، لله در رجال طالما جمعوا بين المفترقين وألفوا بين المتباغضين وأقاموا القلوب على محبة وطاعة ملك يوم الدين. لله در تلك القلوب التي تغار على أمة الإسلام وتسعى في هدايتها إلى دار السلام بعيدا عن الشرور والفواحش والآثام. فلذلك أحبتي في الله قبس من هذه الحياة الكريمة نحتاجه إذا وقعت بيننا أي فرقة أن نسعى لتحقيق الأخوة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها. ولذلك ما إن وطئت قدمه المدينة طيبة الطيبة حتى نادى في عباد الله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا في الله، كونوا أحبة في الله. فقد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أحب أخاه في الله أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس عندنا كثير صلاة ولا صيام، ولكن نطمع في إخوان لنا في الله أن ينجينا من بعد عرصات يوم القيامة بشفاعتهم. قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال بعض العلماء إن العبد ليشفع لأخيه في الله من لحظة واحدة جلس معه فيها لله وفي الله، لحظة واحدة قد ينقذه الله عز وجل بها من النار، يبلى بكبيرة أو بفاحشة تكون سببا في دخوله في النار، فيقول يا رب لي أخ فيك، لي أخ أحبه فيك يتعذب، كيف أتنعم وهو يتعذب؟ فيأذن الله بالشفاعة فيكون ذلك سببا في نجاة ذلك الأخ من النار. فأحبتي في الله تطيب الحياة بالأخوة في الله، وتطيب الحياة حينما تمسي وتصبح وأنت مسلم حقا، ليس في قلبك غلا على مسلم،
وليس في قلبك حقد على مسلم، وليس في قلبك ضغينة على مسلم. فالله الله في الائتساء والاقتداء بحبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، كم في هذه السير من أخبار، وكم في هذه السير من عظات. لست أدري أأذكر شمائله العطرة، لست أدري أأذكر مواقفه الزاكية النظرة، أأذكر إيمانه بالله وتوحيده لله. فما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. ما نادى غير ربه، ولا استغاث بغير خالقه، ولا استجار بغير سيده. وأما أخلاقه وشمائله فما جابه أحدا بشيء يكرهه، ولا رؤي صلوات الله وسلامه عليه مهينا لأحد من عباد الله إلا من أمره الله بإهانته. كان عفيف اللسان، عفيف السمع، عفيف البصر، كان صلوات الله وسلامه عليه أخلاقه تذكر بالله، وشمائله تحبب القلوب في طاعة الله. ملك القلوب قبل أن تذكرها، قبل أن يذكرها، وهدى القلوب قبل أن يبصرها. كان صلى الله عليه وسلم مثالا للرحمة، مثالا للرفق، مثالا للحنان والعطف. ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس من الإثم صلوات الله وسلامه عليه. كان من أرحم العباد بالعباد، من أرحم خلق الله بخلق الله بعد الله عز وجل. كان صلوات الله وسلامه عليه لا يحب أن يؤذي أحدا من المسلمين، ولا يحب أن يجابه أحدا بشيء يكرهه من إخوانه المسلمين. كان صلوات الله وسلامه عليه يحب الرفق ويدعو إلى الرفق، وشأنه قائم على الرفق. وأما كلامه وذكره لأصحابه وقلبه وسريرته فكمال وأي كمال. كان صلوات الله وسلامه عليه ينادي أصحابه: دعوا لي أصحابي، دعوا لي أصحابي، إني أريد أن أخرج نقي القلب لهم. ما كان يدخل في قلبه على أحد غلا، ولا كان يدخل في قلبه على مسلم ضغينة، إلا عدو الله الذي أمره الله بمعاداته. وكان صلوات الله وسلامه عليه مثالا في التربية، فكان صلى الله عليه وسلم يربي وأكمل ما تكون عليه التربية. ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رأى الأعرابي وهو يرفع ثوبه ليبول، فطفق أصحابه به لكي يبتدروه، فقال: لا تزرموه، حتى قضى من بوله. فدعاه صلى الله عليه وسلم وبين له هدي المساجد وما ينبغي أن يكون عليه العبد الراكع الساجد من إجلالها والمحافظة على نظافتها وقدسيتها. فخرج ذلك الرجل يقول: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. ملكه بالمحبة، ملكه بحسن المعاملة، ملكه باللطف واللين صلوات الله وسلامه عليه. فحقق أمر الله إذ علمه، وصان بيت الله إذ أمر بصب سجل من الماء على بوله، وكان بذلك حليما رحيما. وكان من أشق ما يكون عليه أن ترد دعوته، أو يرد كلامه، أو تعرض أو تنكر سنته صلوات الله وسلامه عليه. لا يعادي ولا يبغض إلا لله وفي الله، نقي القلب لله تبارك وتعالى. وأما هديه في الشدة والضراء، فكان صلوات الله وسلامه عليه يجاهد في الله، وجاهد في الله حق جهاده، فانتصبت قدمه رافعا سنانه وسيفه في طاعة الله ومرضاة الله، فخرج يجاهد العداء. وخرج صلوات الله وسلامه عليه يقاتل أهل البغي والعدوان بإيمان وثبات وثقة بالرحمن. ما عرف عنه يوما من الأيام أنه خاف في معركة. وكان أصحابه رضوان الله عليهم إذا اشتد حمي المعركة ووطيسها اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كالأسد صلوات الله وسلامه عليه قوة بأس، أعطي قوة 40 رجلا صلوات الله وسلامه عليه.
ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما، حتى مر في قتاله على امرأة ورآها مجندلة ميتة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ما كانت هذه لتقاتل؟ أي لماذا قتلتموها؟ فمثلها لا يقاتل، رحمة وشفقة على الأمة، صلوات الله وسلامه عليه. وجاءه الأعداء من كل حدب وصوب في مدينته وفي طيبة الطيبة، جاءوه من فوقه وجاءوه من أسفل منه، وبلغت القلوب الحناجر. وقال الله في صفة أصحاب رسول الله وحال ذلك البلاء من الله: إن زاغت الأبصار، حتى إن الأبصار من شدة الكرب أصبحت لا تستبين ما ترى. إذا زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك كان أثبت الخلق صلوات الله وسلامه، ما ضعف ولا ونى ولا استكان ولا ذل صلوات الله وسلامه عليه، حتى كفاه الله شر أعدائه، وما زال في دعوة صادقة وإنابة محققة في سؤال الله عز وجل، حتى فرج الله كربه ودعا ليلة الأحد وليلة الاثنين وليلة الثلاثاء وهو محاصر، وما استجيب له إلا ليلة الأربعاء بين المغرب والعشاء صلوات الله وسلامه عليه. ومع ذلك ما ضعف وما لام ولا خاب ظنه في الله 3 أيام وهو يدعوه ويرجوه صلوات الله وسلامه عليه. ومضت هذه السيرة العطرة في مواقف كثيرة، ومنها أذيته في عرضه صلوات الله وسلامه عليه شهر كامل من الأسى واللوعة، يؤذى فيه في أعز شيء عليه بعد الله عز وجل من شأن أهله وهو فراشه، فينسب فراشه إلى ما لا يليق به، ويدنس ذلك الفراش بقول عدو الله عبد الله بن أبي بن سلول. ومع ذلك صبر وصابر، وهنا وقفة، وقفة لكل مؤمن وكل مؤمنة، حينما يتهم بما ليس فيه، حينما تطير الشائعة شرقا وغربا بأنه فلان الفاعل لكذا أو التارك لكذا، وقفة مع النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا والوحي ينقطع عنه في هذا الأمر، ولا يبين الله له هل الخبر صحيح أم ليس بصحيح، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع عليا وأسامة وبين لهم ما هو فيه، قال: أشيروا علي، وقام على المنبر وقال: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. ومع ذلك يبتليه الله ويمتحنه الله، وهكذا تأتي للدعوة إلى الله وتحمل رسالة الله فتسفه في منهجك وتتهم في فكرك وتقال عليك الشائعات وتروج دونك أمور لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات، وأنت أعف الناس وأبعد الناس مما قالوا، ولكن للأمور ربها والأمر كله لله. وكان صلوات الله وسلامه عليه على يقين بأن الأمر كله لله، وما ضعف وما استكان حتى جاءت تلك اللحظة الأخيرة كما في صحيح البخاري، وجلس أمام عائشة وقال: يا عائشة، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفريه. فقالت عائشة رضي الله عنها لأبيها: أجب رسول الله، فما استطاع أبوها أن يجيب. وقالت لأمها: أجيبي رسول الله، فما استطاعت أمها أن تجيب، وما هي إلا أن ابتدرت تريد أن تدفع عن نفسها، فقالت: لو قلت لكم أني ما فعلت ما صدقتموني، ولو قلت أني فعلت الله يعلم أني لم أفعل، وما هي إلا لحظات. ثم قالت: ولكن أقول كما قال. قالت: فتذكرت، فمن شدة الصدمة ما استطاعت أن تقول يعقوب، ولكن قالت: أقول كما قال أبي يوسف. فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. فغار الله لها من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات يتنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبريئها، وتبقى براءتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله، وهو قول لا شك في صحته مذهب الجماهير، أن من اتهم عائشة بالزنا فقد كفر،
لأن الله برأها من 7 سماوات، وهذه من خصوصياتها من بين أمهات المؤمنين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من اتهمها كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فأنزل الله من فوق 7 سماوات آيات تهد كيان المؤمن وتجعله يخاف الله ويراقبه في الشائعات ضد إخوانه المسلمين، فكان فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. فقيل لها: قومي فاحمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أحمده، ولكن أحمد الله تبارك وتعالى، لأنه ما برأها إلا الله، وما كان لها أعز من الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله، وأن من سار على منهج الله، لا بد أن يؤذى في عرضه، ولا بد أن يتهم في نفسه وفي أهله وفي ولده. فلذلك قبس من هذه الحياة العطرة نبي الأمة يدنس عرضه بالكلام، وحاشاه صلوات الله وسلامه عليه. ثم ماذا أقول؟ ماذا أقول عن هذا النبي الكريم؟ ويكفيك منه صدقه في حمل الرسالة، فوالله ما أمسى صلوات الله وسلامه عليه إلا وهو يفكر في هداية كل عبد من عباد الله لطاعة الله، ولا أصبح إلا وهو يفكر في هداية البشرية لطاعة الله ومرضاة الله. فكان إذا دخل إلى بيته، حتى إذا دخل إلى بيته، أحيا دين الله وهو مع أهله وزوجه، فرسم للأمة نبراسا كاملا وقدوة يحتذى بها في معاشرة الأهل، في معاشرة الزوجات، في حسن المعاشرة للنساء، فأوصى بهن خيرا، وكان حليما رحيما، يقف على قدميه لعائشة حتى تأنس، ويسابقها إذ سابقته صلوات الله وسلامه عليه، ويتكئ في حجرها وهي حائض يتلو كتاب الله. صلوات ربي وسلامه عليه ما أطيبه من زوج لزوج، وما أكرمه وما أفضله صلوات الله وسلامه عليه، قدوة في معاشرة الأهل. ما سمعت منه عائشة رضي الله عنها يوما من الأيام قولا يؤذيها في نفسها، ولا رأت منه صلوات الله وسلامه عليه، ولا شمت منه رائحة تكرهها. ولذلك حتى أثر عن إذا دخل لأهله ابتدأ بالسواك، حتى لا يرى منه إلا الطيب، ولا يسمع منه إلا الطيب، ولا يشم منه إلا الطيب. عشرة كأحسن ما أنت رائم من زوج لزوج. 9 نسوة وهي أضعاف ضعفي ما يكون لأتباعه صلوات الله وسلامه عليه، لكي يرسم الله بأدبه وقدوته منهجا لمن أراد الله والدار الآخرة. فحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ وصيته في النساء وحفظ وصيته في أهله، فعاشر النساء كأحسن ما يعاشر الزوج زوجه، كان على ذمة فيكون على ذمة ووفاء وحفظ عهد وتذمم لله عز وجل. ثم يخرج صلوات الله وسلامه عليه يقود الجنود في طاعة الله، ويقف على المنابر تتفجر الينابيع الحكمة من لسانه وبيانه صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا، ويأتي الصبي يأخذ بيده لا ينتزعها منه صلوات الله وسلامه عليه حتى يقضي له حاجة. كل هذا وما طرد أحد بين يديه، ولا كهر ولا دفع صلوات الله وسلامه عليه، وما رأى أحدا إلا هش وبش في وجهه. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. ومع ذلك كان صلوات الله وسلامه عليه وقافا عند حدود الله، خائفا من الله، يراقب الله في كل صغير وكبير. أكمل قلب خاف الله واتقى الله قلبه، وأكمل العباد خشية من الله وخوفا من الله هو عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم، وكيف لا يكون بأبي وأمي كذلك؟ وهو الذي رأى الجنة ورأى النار، فما رأى في الخير والشر أعظم مما رأى. ووقف أمام أصحابه فقال: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، ولبكيتم كثيرا، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله بالبكاء. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه:
فوالله ما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد لف رأسه في ثوبه يبكي، حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البكاء. إذا قام يذكر بالله انغسلت القلوب من ذكراه وأنابت إلى الله عز وجل من بيانه وقوله. قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وخشعت لها القلوب، فقلنا يا وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج لهذه الأمة بمشاعل النور والبيان. أحبتي في الله، والله لو بزغ الفجر بضيائه وانفجر ببهائه، والله ما قضيت شيئا من جمال سنته وكماله. ولكن كفى للمؤمن عظة وعبرة في فضل نبينا وسيدنا وإمامنا أن الله أثنى على خلقه، فقال في محكم كتابه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيه أن الله شهد له بالخلق وزكى ذلك الخلق بأنه عظيم، وما بالك بشيء يقول الله فيه إنه عظيم. فأي شمائل وأي أخلاق وأي آداب، صلوات الله وسلامه عليه. ليس المهم أن أسرب أخباره وأذكر أخباره، ولكن المهم دعوة. أين المؤتسون؟ وأين المقتدون؟ وأين العاملون؟ وأين المتنافسون؟ أحبتي في الله، إلى مثل هذه السنن، إلى مثل هذه الآداب والشمائل، إلى مثل هذه الخصال والفضائل، نطمع من الله أن يجعلنا من أهلها. فوالله ما طابت الحياة لمؤمن بشيء مثل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيك أخي المسلم في هذه الليلة، من هذه الليلة، لا تمسي وتصبح إلا وأنت تراقب نفسك وتزن أقوالك وأفعالك مع أهلك، مع إخوانك، مع جيرانك، مع أعدائك، مع أصدقائك، بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تتكلم إلا وأنت تأتسي به في كلامه، ولا تتحدث إلا وأنت تأتسي به في طيب الحديث من حديثه صلوات الله وسلامه عليه. ولا تصلي إلا وأنت كأنك تنظر إليه يصلي أمامك، تصلي كصلاته صلوات الله وسلامه عليه. وتبكي من خشية الله كبكائه، تترسم هديه وتنتهج سبيله، تحيي الليل بالقيام وتحيي النهار بالصيام، وتتقرب إلى الله عز وجل بطاعته، عله أن يهديك إلى دار السلام. كن أخي في الله أحرص الناس على السنة، وإياك ثم إياك أن يكون حظك منها قليلا، فإنه من البلاء كل البلاء أن نلقى الله يوم نلقاه ونحن مقصرون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسعد الناس بشربة الكوثر من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم من سار على خطاه وانتهج ما كان عليه في ضربه على رباه، يسير على تلك الربا التي سار عليها النبي الكريم في مناهج الهدى والتقى، يسير كمسيره ويتقرب إلى الله عز وجل باقتفاء أثره وسبيله. إذا دخلت إلى أهلك فعاشر كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاشر، حتى إن حفصة رضي الله عنها، جاء عمر يوما من الأيام فراجعته امرأته فقال لها: أتراجعيني؟ فأغلظ لها القول، قالت له: يا ابن الخطاب، إن ابنتك تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا أراجعك؟ فجاء إلى ابنته فقال لها: أو تراجعين رسول الله؟ قالت: والله إني لأراجعه. فكن معه في أهلك مثلما كان، ومع إخوانك مثلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حب السنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يحيينا حياة أهلها، وأن يرزقنا الختام عليها. اللهم مثبت القلوب، ثبت قلوبنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك
أن تسلك بنا سبيله، وأن تجعلنا لنا وأن تجعله لنا هاديا ودليلا. اللهم إنا نسألك العيش على سنته، والحشر في زمرته، وأن لا تخالف بنا عن طريقته. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان، للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جُ